كان لدى حارس مرمى المنتخب المغربي فرصة كبيرة ليبين للمدرب الجديد لإشبيليا أنه يستحق الرسمية، وذلك خلال مباراته ضد مانشستر يونايتد. ولكن ياسين بونو، وبالرغم من تصدياته الخيالية في مباراة إشبيليا ومانشستر يونايتد، هذا الأخير ارتكب أخطاء ذكرتنا بالتي ارتكبها أمام البرازيل بملعب طنجة. صحيح أن ياسين بونو من أفضل حراس العالم، لكن اليوم حارسنا المغربي لم يعد يتحكم بالكرة برجله بشكل جيد ويرتكب أخطاء كارثية. اليوم ارتكب 3 أخطاء أمام مانشستر يونايتد كانت تتسبب بهزيمة إشبيليا، ولحسن الحظ يوسف أنصيري كان في الموعد وأنقذ فريقه، هو كذلك زميله ياسين بونو. وأنت ما رأيك في الأخطاء التي يرتكبها حارس المنتخب المغربي ياسين بونو؟